السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: معتقلات العراق وانعدام معايير حقوق الإنسان. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، بعد اعتراف وزير العدل الحالي في العراق بانعدام معايير حقوق الإنسان داخل السجون، ما الذي يمنع الوزارة والحكومة من تحقيق مبادئ حقوق الإنسان داخل المعتقلات؟ من المستفيد من اكتظاظ السجون بالمعتقلين بغض النظر عن حقيقة التهم الموجهة إليهم؟ ولماذا لا يزال هناك من يناشد حكومة بغداد ويعول عليها في إنهاء معاناة المعتقلين الأبرياء رغم أنها السبب الرئيس في هذه المأساة؟ كذلك، ألم تثبت المواقف والتصريحات أن العراق تحكمه شريعة الغاب، خاصة بعد تهديد هادي العامري بسفك الدماء، فيما لو كانت هناك رغبة في العفو العام عن المعتقلين؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام سنطرحها في هذه الحلقة، بإمكان حضراتكم المشاركة للإجابة عليها وإبداء الرأي بشأن قضية المعتقلين في العراق وانعدام معايير حقوق الإنسان. أرحب بالأستاذ ضياء الشمري معنا عبر سكايب، حياكم الله أستاذ ضياء. أهلاً، تحياتي. بداية، يعني انت تحدثنا عن واقع السجون والمعتقلات في العراق، والتقارير التي خرجت تتحدث عن نوعية التعذيب والاضطهاد داخل هذه السجون. ألا ترى بأن ما يحدث داخل المعتقلات في العراق يوحي وكأن السجان يعاقب المسجون بطريقة غير إنسانية وكأنه عملية انتقامية؟ نعم، بالتأكيد هذا هو الذي نراه، والمنظمات الحقوقية هي أكدت على انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون العراقية، وهذه الانتهاكات تستمر من الاعتقالات العشوائية إلى زجهم في السجون. ولكن هناك إشكالية في المنظمات الحقوقية، لأن هناك عديد من السجون وتسمياتها تختلف. وزارة العدل عندها سجن، وزارة الداخلية والجيش والشرطة والأمن أيضا عندهم هذه المعلنة وغير المعلنة، هي هنالك سجون أيضا تابعة للميليشيات والجهات المسلحة الموجودة اللي تابعة للأحزاب السياسية التي تحكم العراق. نعم. إحنا التقارير التي توصلنا من هذه المجموعة فقط من الجهات الرسمية العراقية، ولكن حتى هذه الوثائق لا تكون كافية حتى نتمكن من شرح الموقف. نعم. ونعطيكم المساعدات والإرشادات كيف إدارة السجون العراقية. السجون العراقية هي يعني صايرة مثل الغابة، يعني لا يمكن يعني الدخول فيها، دخول صعب جدا. وحينما تدخل لهذه المؤسسات لا تجد التقارير المثبتة أو التقارير التي تشير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في داخل السجون. نحن تصلنا المعلومات من السجن، من داخل الناس المسجونين والموقفين في هذا المعتقل. استاذ ضياء، يعني خلينا نتكلم كما يقال محليا، ليش تروح بعيد؟ وزير العدل بنفسه زار السجون واستمع الى شكاوى المعتقلين ونوعيه الطعام الذي يقدم لهم وغياب الخدمات الطبيه وغيرها من المعاناه. طيب، يعني هل وزير العدل هو منصب شرفي؟ يعني هل هو ناشط حقوقي؟ هذا منصب سيادي وصاحب سلطة تنفيذية، لماذا لا يتخذ قرار بشأن ما يحدث من انتهاكات على الأقل في السجون التابعة للحكومة؟ ليست وزير العدل فقط، وإنما أعضاء من البرلمان العراقي زاروا السجون وأبدوا نفس الرأي ما يبدي الوزير. حقيقة احنا من نرى هيك مواقف، يعني من جهة مسؤولة وأعلى جهة رسمية هي التي تشرف على السجون، المفروض أن يكون هذا، وهو يعترف بانتهاكات لحقوق الإنسان داخل هذه السجون. مع الأسف، يعني إلى أين ذاهب العراق؟ هم لا يقبلون النصيحة ولا يقبلون الإرشاد في كيفية إدارة السجون. هنالك روابط كيف يدار السجن، وهنالك معلومات
كافيه عند المؤسسات الحقوقيه انه ترشد الحكومات، حتى احنا نرشد الحكومات في الوطن العربي في بعض الاحيان من تحدث انتهاكات لحقوق الانسان، بعض الدول العربيه تستجيب وبعضها لا تستجيب، انه هذه المشكله مشكله العراق بس مضاعفه. ترى هل يريدون الاستجابه لهذه التعليمات والارشادات ام انهم اصلا يتعمدون ما يحدث الان؟ نحن طلبنا منهم انه ممكن تدريب المؤسسات الحقوقية التابعة إلى وزارة العدل، أنه ندخلهم دورات إرشادية كيفية إدارة السجون وكيفية أخذ المعلومات وكيفية ترتيب السجن وتوصيل المعلومات من السجن إلى وزارة العدل، لأنه الحقيقة الذي ظاهر لنا أنه السجون ليست لها علاقة بالمؤسسات الحكومية الموجودة، يعني من يحكم السجن هم الموجودين في داخل السجن، والحكومة أو المؤسسات اللي هي الحقوقية الموجودة في العراق لا تعلم بما يدور في السجن. لهذا السبب وزير العدل من يزور السجون ويعترف هنالك انتهاكات في السجون، إذن هذا خير دليل لأنه ما له علاقة. لو كان هو يعني لو كانت هذه الوزارة حقيقة وزارة مهنية ووزارة ذو سمعة طيبة لما تحدث بهذا الكلام، كانت وصلت المعلومات من البداية وممكن يعني يتجاوز هذه الانتهاكات أو يقضي على هذه الانتهاكات. طيب. ولكن لا توجد هنالك ربط وعلاقة بين المؤسسات السجون ووزارة العدل. هذا سأعود لحضرتك بعد قليل، لكن جنابك ذكرت نقطة في بداية الكلام بأنه ليست فقط السجون لا تقتصر على وزارة العدل، بل الموضوع وصل إلى حد العشائر أستاذ ضياء، العشائر أيضا لديها الآن، بعض العشائر لديها سجون ومعتقلات. أرجع لجنابك بعد لحظات إذا تسمح لي. نسمع رأي السيد أبو أحمد من الأنبار، تفضل يا أبو أحمد. نعم، حياك الله أبو أحمد. الله يحيي أصلك، رحم الله والديك. والديك تفضل. والله زاد فضلك. والله إحنا يعني تدري يعني عندنا معتقل يعني ويعني حالنا حال الآلاف يعني، بس نعم. إحنا تدري يعني هذا عنده أطفال وعنده عائلة، واليوم هاي صار اليوم 9 سنين، لا سنة ولا سنتين، ومصير مجهول. طيب بس لحظة، هو مصير مجهول ما تعرفوه؟ لو تعرفون وين معتقل؟ هو نعرف احنا وين معتقل، خذوه بالرزازة. بالرزازة بس يعني ما قدرنا نصل ولا نواجهه، مثل ما اكو سجناء مثلا سجن المطار او سجن ابو غريب او سجن الحوت، هذول العالم تعرفهم، اهلهم يواصلونهم مثلا ويزورونهم، بس احنا اليوم 9 سنين بالنسبه لنا يعني، وما نعرف كل شيء عن ابننا ولا في اي مكان موجود، ولا سمعتوا عنه اي خبر. والله ماكو غير بس اخبار يعني من الناس، انه بيقولوا لنا جرف الصخر، انه بيقولوا لنا ما يعني ما شفنا بعينه، بس حكي. نعم. المن تحملون مسؤولية سلامة ابنكم؟ والله طبعا سلامة ابننا نقدمها للحكومة، يعني غير هي المسؤولة ان الامن والامان. المفروض طبعا المفروض اي المفروض هاي الحكومة هي يعني لا هم مثلا يعني حاسمين هذا الملف اليوم صار له من انتهت يعني المحافظات التحرير وهذا، والى هذا اليوم ما عرفنا اي مصير يعني للمغيبين، كل شيء. نعم. يعني ما فد يوم طلعوا وحكوا عن المغيبين اي شيء. قالها الحلبوسي، قال اعتبروهم يعني اعتبروهم يعني متوفين ميتين، هكذا هكذا قال الحلبوسي. يعني هاي ايش نستفاد منها هاي الكلمه؟ يعني هاي مخلينا معلقين على شيء وهم يعني. نعم. ما يصير. أشكرك سيد أبو أحمد من الأنبار، شكرا جزيلا للمشاركة. أستاذ ضياء، حال السيد أبو أحمد من الأنبار حال كثير من العراقيين من ذوي المغيبين والمفقودين، يعني تقارير تقول بأن العراق يوجد فيه أكثر من 1 مليون شخص، أو نعم 1 مليون شخص مفقود ومغيب، أو 250,000. السؤال هو أنه مصير هؤلاء يعني من يتحمل مسؤولية إيجادهم، سلامتهم، معرفة مصيرهم، تفاصيل وجودهم وغيرها؟
حقيقة هو مثل ما قال يعني المتحدث انه الشكوى مالته هي هاي الشكوى للحكومة العراقية، وهذه الحالة ليست الحالة الوحيدة في العراق. نعم. فقط المناطق الغربية هي الموجودة بها 32 ألف مغيب، يعني هذه الحالة ليست الوحيدة، واحنا عندنا التقارير بالأسماء الموجودين المغيبين وصل عددهم حدود 32 ألف مغيب. نعم. هذه الحالة حينما نطرحها على الحكومة العراقية لا يأتي رد. احنا الرد مالتنا حتى لو يعطونا فد خبر، يعني خبر اليقين انه وين هذا، هل دفن في مقابر الجماعية او لحد الان موجود حتى يبتزون عائلته، لان الشخص المتوفي او المفقود هنالك تترتب عليه حالات كثيرة مثل حالات الملك والإرث والزواج والتبني. كثير من الحالات يجب على الحكومة العراقية أن تحل هذه المشكلة. يعني السيد الحلبوسي يعني جزاه ألف خير من يتحدث بهذا الموضوع، بس لم يعطي جوابا نهائيا أين هم هؤلاء الموجودين، إذا كانوا قتلوا من قبل الميليشيات أو من قبل المداهمات أو هذه أو هكذا حالات. يجب على الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب في العراق أن يبحث هذا الملف ويشرح هذه الملف، لأن هنالك يعني في بلد إسلامي مثل العراق تترتب عليه كثير أمور، لأن العائلة تريد أن تعلم أين ذهب ابنها وأين موجود ابنها، وهل موجود إلى قبر، هل موجود إلى في أي مكان هو موجود حتى لو كان مقتول. يعني الأمر الغريب، الحكومة العراقية هذه ليست فقط المنظمات الحقوقية العربية، وإنما حتى المنظمات العالمية الدولية ومن الأمم المتحدة أشارت هذا بالتقارير الأخيرة الموجودة عندها عن هذه الحالات، ولكن الحكومة العراقية لا تملك هذه المعلومات. مثل الوزير الذي تحدث يعني وكأنما شخص غريب، يعني ما موجود بهذه الوزارة، وهي السجون تابعة إلى وزارة العدل المفروض من ناحية قانونية، ولكن وزارة طيب ما تأثير هذا التصريح أستاذ ضياء، ما تأثير تصريح وزير العدل خالد الشواني على الذي قال فيه بأن هناك انعدام لحقوق الإنسان في السجون، ما تأثير هذا التصريح على وضع المعتقلين داخل السجون، على حال المعتقلين، ما الذي سيغير؟ حالة السجون في العراق لا يمكن أن تغير إذا لا تأتي منظمات حقوقية من داخل العراق ومن خارج العراق وتبحث هذا الأمر. إذا كان هو الوزير جاد ويعلم هنالك انتهاكات، لماذا لا يسمح إلى المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية أن تزور هذه السجون وتدون ماذا يحدث في السجون؟ إذا كان هو جاد، وهذه الموضوع هو يمه متعلق، ليست موضوع متعلق برئاسة الوزراء، بالعكس هو يمه كوزير، ولكن الوزير يعني قاعد يبعد التهمة عنه، هو تهم نفسه بصيغة غير مباشرة انه هو اكو هنالك انتهاكات لحقوق الانسان في السجون العراقيه. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني اعتراف رسمي من جهه رسميه مسؤوله بالعراق انه تعترف بهذه، والمنظمات الحقوقيه الدوليه والعربيه وحتى المحليه الموجوده في العراق تشير على هذا. يعني ما اجانا في شيء جديد، احنا نريد من عنده شيء جديد يقول يابا ادخلوا الى السجون، احنا عندنا إشكالية، عندنا إرباك موجود في الوزارة، لا يمكن أن نتابع هذه السجون وهذه المنظمات الموجودة في والمستشارين الموجودين في المنظمات ممكن أن يعطوا دروس وممكن أن يسوون محاضرات لتهيئة الكادر الموجود في السجون. طيب. وفي الوزارة حتى يصير بيناتهم تنسيق، لحد الآن التنسيق معدوم، يعني شيء مقطوع. يعني أستاذ ضياء صراحة مع كامل الاحترام والتقدير الحديث حضرتك، لكن هذا من الناحية النظرية. من الناحية العملية كما تفضلت، إدارات السجون تتحكم وتسيطر بالوضع داخل المعتقلات، ولا سلطة من وزارة العدل أو من غيرها إلا من الأحزاب وأصحاب النفوذ. الحكومة اللي تعترف بأنه أو الوزارة اللي تعترف بهكذا تصريح يؤكد فشلها وإخفاقها المفروض تستحي على نفسها وتستقيل، لكن بالعراق لا، يصرح وكأن الموضوع جدا طبيعي وكأنه ناشط حقوقي وليس وزير عدل. يعني هذه الأمور اللي تفضلت حضرتك وذكرتها
يعني يرى المواطن العراقي أنها ربما يستحيل أن تطبق في العراق. كيف يمكن أن نأتي بلجنة حقوقية من الخارج إلى داخل السجون والوزير نفسه صاحب القدرة والسلطة عاجز عن معالجة أمور السجناء؟ حقيقة إذا نحكي بالأمر، هنالك صارت محاضرات في المناطق الشمالية في العراق لإدارة السجون وكيفية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، وكان هذا من جنيف، يعني وفد من جنيف دخل إلى العراق وتحدث مع كثير من المسؤولين أو الشخصيات الموجودة في العراق ودخلهم كيفية التعامل مع هذه الحالات. لكن الأمر بالعراق، احنا ندرك الأمر بالعراق ليس يتعلق بجهاز الدولة وإنما بجهاز الأحزاب السياسية الموجودة في العراق. الأحزاب السياسية متقاسمة في الجريمة، وكل حزب هو مرتكب جرائم ضد العراقيين وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد العراقيين، ولهذا السبب يعني جهة تستر على جهة أخرى، ليست هي المنظومة الدولة وإنما المؤسسات التي تدير الدولة، وهي الأحزاب السياسية التي تدير الدولة هي الفاسدة. والدولة أيضا من يكون فيها هذا الموضوع، إذا الدولة أيضا فاسدة، من يخرج وزير العدل ويعترف بهذا الأمر، يعني هذا خير دليل، يعني أنا ما عندي لا حول ولا قوة. يعني هذا الكلام اللي قاعد يقوله. نعم، أريد أرجع لحضرتك بعد لحظات أستاذ ضياء إذا تسمح لي. خلونا مشاهدينا الكرام نسمع رأي السيدة أم شهاب من بغداد. تفضل يا أم شهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا أم، نشكركم على هذا البرنامج والله يوفقكم إن شاء الله. الله يسلمك. تكفون صوت المظلوم. تفضل يا أم شهاب. والله أنا أم شهاب من بغداد، الله يبارك لك ويسعد لك يا أم. أني امرأة رايحيني 4 أولادي وأني مرة معوقة مقعدت الكرسي. أخذوا وليدي من عام 2018 يجيب لنا لقمة العيش. والله السبب مشكلة بالمنطقة، طبوا علي وضربوه ورحنا اشتكينا علي مفرها علينا، ما نعرف شنو السالفة. ومن القتل ومن التعذيب لا كتف عنده ما مخلوع، لا راس لا ايدين محترف، وعلى هذا السبب مرأة شلبديه ما تفعل، يعني ما تنزل. شو معترف؟ على شنو خلوه يعترف؟ على شنو خلوه يعترف؟ ابنه مخطوف ومقتول. شلون؟ على هذا السبب. الله يشهد، الله يشهد وكل حرب بالقرآن. يعني اعترف على جريمة قتل لم يرتكبها يعني؟ اي والله. نعم. اي والله. نعم. اي والله. اني يعني وعندي واحد والله تم اطلاق سراحه وخطفوه من عندنا، وعنده 3 بنات، واني مره معوقه وجايه اربي لنا الاطفال الايتام. والله والله هو حتى ابني يتيم، يعني يتيم الاب. والله العظيم لا ماكلين ولا شاربين ولا احنا ان اي سبب بهاي المصيبه. كنا ساكنين بغداد. والله يا يمه، وراح وليدي حلفت علي الظالمة النفس باطل حجامية، حلفت علي في القرآن أن القاضي الله يكتب علي السلامة وحكم وليدي مؤبد، احنا هسه عايشين. والله يا يمه العيشة مذلة والحمد لله، السجون مذلة، لا دول طبلهم، لا ملبس يطبلهم، حتى هاي الصابون ترقي. والله يا يمه حال الضيم حالهم، الجرب ماكلهم، أكل ماكو، حال الضيم. يما أني أناشد الجهات المعنية وناشد كل شريف بحليب أمهاتهم، وناشد حقوق الإنسان، وناشد الدول الأجنبية يلطفون بحالي. لا يوم أحد سأل علينا، لا يوم أحد مر علينا، وهسه نروح ننتخب، على من ننتخب يا يما؟ شنو قدموا لنا إياه؟ شنو أولادنا مظلومة، ما حد دق بابنا، وأولادنا راحت كليتها في الرجلين، اللي استشهد واللي انقتل واللي انخطف واللي بالمحتقل،
الله أكبر، خلي يرحمون بحالنا دا يرحمهم الله. نعم. أنا أشد كل شريف يدز علي ويشوف حالتي ويشوف حالتي ويسأل عني يعني إذا أم شاب سيدة سيدة أم شاب أقسم بالقرآن. أنا أشكر حضرتك طبعا وأعتذر منك لأن الوقت يمضي، لكن إن شاء الله هذه المناشدات وهذه الرسائل والنداءات تصل إلى من يسمع وإلى من يهمه الأمر وصاحب قدرة وقرار وضمير. تمام، خلونا نسمع مشاهدينا الكرام لأحد المعتقلين من داخل السجون الآن في العراق، رفض الإفصاح عن اسمه، طبعا تعرفون السبب، خلونا نسمع شو يقول. تفضل تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنا أحد المعتقلين من سجن العمارة في محافظة نيسان. نعم. أستاذ يعني بلكي توصلون صوتنا للوزير العدل بخصوص مدير الشؤون مال سجن العمارة اللي لا يعذب بالعالم ودمر نفسية العالم. يعني التعذيب ماله وجان صفر والطعام والله شغلته صفر. ليش دا يعذب بيكم يا ما يعني هان على أقل شيء يقتل بالعالم ذاك اليوم سوى وضرب العالم هنا المحتفلين سوى وضرب قام عليهم بصدهم وقام يقتل بيهم وحتى رجليهم كسر حتى كسر حتى يمنعكم عن الإضراب. أي هذا هذا التليفون هذا التليفون اللي دا تخابر منه ايش قد دافع فلوس حتى تحصل عليه؟ شلون؟ هذا التليفون اللي دا تخابر منه ايش قد دفعت فلوس حتى تحصله؟ 400,000. والشحن والشحن مالته ايش قد ينطيك ايش قد تدفع حتى تشحنه؟ يعني ما لا 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 أنا شنو الهدف من السؤال؟ اسمح لي، احنا نريد نطلع الفساد اللي موجود داخل السجون. هذا التليفون وصل ليدك عن طريق الفساد، دفعت فلوس 400,000 حتى الواحد فاسد طبعا حتى يدخل لك اياه، وطبعا طبعا حصولكم على الطعام والعلاج ايضا بفلوس، لان انتم مثل ما دا اسمع علاج علاج ماكو صفر العلاج ماكو علاج خلينا ندخل علاج لا واحد يجيب علاج ممنوع لا يوجد علاج. نعم طيب الله يكون بعونكم ويخفف عنكم. انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه وايصال هذه الرساله. استاذ ضياء يعني وصلوا نعم اكو قدره انه يحصلون على هواتف داخل السجون، اكو قدره انه يقدرون يتواصلون مع العالم الخارجي، لكن كل شيء بفلوسه. اليوم اللي دا يصير داخل السجون والمعتقلات واستماته واستقتال احزاب بالسلطه لرفض فكره اقرار قانون العفو العام، ربما لا ياتي بهدف مصلحه الوطن بقدر ما ياتي كما يقول العراقيون من أجل المصلحة الشخصية والبزنس الذي قد يتضرر فيما لو تم الإفراج عن المعتقلين. شلون تشوف هذا الموضوع؟ وشلون تشوف أيضا أو تعليقك على ما سمعت من المعتقل نفسه عن واقع السجون؟ دليل يعني الاستفزاز اللي قاعد يصير في السجون. أنا ذكرت في بداية حديثي أنه أكثر المعتقلين يبتزون أو الأغلبية يبتزون من أو هم أو أوائلهم من مسائل مادية وبعضها أكثر من مسائل مادية. أخي العزيز أنا لا أتطرق على مسائل يعني شنيعة تحدث في السجون العراقية. احنا عندنا هذه المعلومات، ولكن هذه المعلومات حينما نطرحها على الحكومه يعني تتماطل، وبعدين يجينا الرد انه ماكو اثبات على ما احنا ندعيه. يعني اذا هو لا يوجد اثبات، شو السبب؟ شنو هو السبب اللي يخليكم يمنعكم من احنا نزور السجون ونطلع على هذه الحالات؟ هذه الحالات مثلا ام شهاب تقول انا عندي 4 من الاولاد، واحد عوقه هي وموجود وهي امرأة معوقة. نعم. يعني هل من المعقول هذه الحالات والحكومة العراقية يعني لا ترى ولا تسمع هذا؟ أنا متأكد الحكومة العراقية ترى وتسمع وتعرف هذه الأشياء، ولكن الأحزاب السياسية هي مسألة بزنس صايرة، يعني ربح، يعني كيف أربح من هذه المجموعة وتلك المجموعة الموجودة. يعني حتى يعني يفاوضون المعتقل
بالتنازل عن بيته بصيغة شرعية، يقول له تعال وقع وقول استلمت هذا المبلغ، وهذه قاعد تحدث بالسجون ونحن نعلم بهذا الشيء، أو يستبزوه بعائلته أو بشرفه، هذه أيضا تحدث بالسجون العراقية. الحكومة العراقية لا تستجيب إلى المنظمات الحقوقية باعتراف الأمم المتحدة، يعني مو بس اعتراف المنظمات الحقوقية المستقلة، وإنما حتى الجهات الرسمية اللي هي الأمم المتحدة تعترف بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. طالما تعترف ما هو دورها؟ لماذا لا تتدخل؟ كيف يكون التدخل؟ احنا ناس حقوقيين، احنا لا نملك شرطة ولا نملك يعني على الأمم المتحدة أستاذ ضياء، الأمم المتحدة حتى الأمم المتحدة لا يمكن أن تدخل الأمم المتحدة لهذه الدولة. الذي يحكم العراق هو الذي ممكن أن الدول العالم تقاطع، يعني دول العالم أن تقاطع هذه الحكومة العراقية وتفرض عليهم عقوبات دولية، منها منع السفر، منها حجز الأموال في خارج العراق. هذه ممكن أن تقوم بها الدول وليست الحكومة العراقية وليست المنظمات الحقوقية. ما دام هنالك انتهاكات لهذه الحقوق، يعني حقيقة الذي يتحكم بأمر العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى وإيران. هذا من يتحكم بالعراق، واليتحكمون بالعراق لا يرغبون هذه المجموعة السياسية ما دام هي تفسد في العراق وتدمر العراق من خلاله وتدمر البنية التحتية الاجتماعية في العراق، هم موافقين عليها هذه. يعني احنا قاعد يعني نلاحظ ماذا يحدث في العراق من عادات وتقاليد هي غريبة على الشعب العراقي، دخلت إلى الشعب العراقي ومروجة، ومن بعض الحكومة ومن بعض السياسيين ورجال الدين في العراق يعني يمنهجون لهذه العمل، يبرمجون لهذا العمل لترسيخ المجتمع العراقي. إذا هنالك مخططات دولية لتدمير الشعب العراقي واللحمة الاجتماعية بالشعب العراقي. طيب أرجع لحضرتك بعد شوية أستاذ ضياء إذا تسمح لي، نسمع رأي السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي. أبو علي فقدنا الاتصال يا أبو علي، عاود الاتصال مرة أخرى يا سيد أبو علي. أبو حارث من الموصل تفضل. وياك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول وحدة احنا نقول لك على وزير العدل محمد صالح الصياب، تسمعني؟ وياك. وزير العدل وصالح الصياب والدحم. شلون؟ صالح الصياب وزير العدل والدحم. طيب. اثنين السجناء يوميتهم 11 دولار. ما اعرف 11 دولار، انا ما اعرف الدولار، ينطلهم يوميا دولارين. دولار ونص. ياكلونه صالح الصياب عمر ثلاث مستشفيات من وراء المستشفى بطهران. طيب. ثلاث مستشفيات عمر بطهران. احنا في واحد عاوي خميسة الخنجر. اربع مسافرين على 40 مليون. انتبه علي ابن اختي. اربع مسافرين نور المالكي، قيس الخزعلي، والحكيم، وصالح الزياب، وهذا العامري. اول وحده صالح الزياب لايام يقول انا مالي شغله، انتبه على هذا الكلام ابن اختي انتبه. يقول انا مالي شغله، انا مرتبط بالحشد، تلقيتوا هنا بالغابات قوات بدر. وتلقيتوا العصايب، وتلقيتوا قوات حزب الله. وشاروا الاعلام وتستقبلوه. هذول احزاب فاسدين ما يقدر لهم. انت رئيس الوزراء، عشان خليناك رئيس وزراء، انت لو مسجن سجن عندك ما تقدر تصلوا، وعليك شهود، قالوا لك ممنوع عليك تجيب لنا عمرو من ايران، او رح تجيب لنا من الخلفيات مال الدياله، مقرات الحرس الثوري، وتعال ادخل يا ولد مربينا الشوارب كقليل الحياة يا ما تستحي رئيس وزراء وتحكم بك. شكرا جزيلا سيد أبو حارث من الموصل، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. أبو علي من بغداد تفضل يا أبو علي.
أبو علي فقدنا الاتصال. مشاهدينا الكرام خلونا نشوف هذا المقطع لذوي معتقلين يتكلمون عن معاناة أبنائهم داخل السجون، ما الذي يحدث لأبنائهم، طبيعة المعاناة التي يواجهونها، الانتهاكات، الحرمان، التعدي عليهم من قبل السجانين وغيرها من هذه التفاصيل التي تثبت فظاعة وبشاعة ما يحدث داخل المعتقلات في العراق. لنشاهد. هو الحسين الشهيد خلي يطلع لنا يا انا ابي يريد نحكي له نعطيه هاي لا عندنا موثقه السجين ينباع المحجر اذا يذب له سجين بالمحجر يطلع ب 500 يعني التليفون يطب للسجن ب 2.5 الشاحنه ب 500 الاضراب عن الطعام اولادنا راح تموت ما كلهم الجرب كلاتهم هاي جعليهم فقرات عندهم حساسيه وحق يهرشون 24 ساعه لا يطلعوهم يشمسوهم لا يعطوهم اكل زين لا يعطوهم مي لا يطلعوهم يعني شويه رحمه شويه الرحمه نريد الرحمه احنا يعني هسه راح يقطعون الاكل هو الاكل ايش حاله بس راح يقطعونه يعني راح تصير كارثه يعني شلون والله نموت وراهم يموتون ونموت وراهم يردون يموتون الشعب العراقي وماي اطالب بالعفو العام ليش يعني اريد يطلع يعني يطلع كل الابرياء كلها ولدنا دولة انظلموا تدرو صار بيهم كل شيء بالجلس صار بيهم ماتوا وانتهوا تعبنا والله تعبنا تنينا شو وقت هذا الظلم انتي ما تقلوا له شو وقت. مشاهدينا الكرام تابعتم هذه الأصوات يتكلمون أستاذ ضياء يتكلمون عن الأعراض ويتكلمون عن حقوق الإنسان الجماعة اللي دي يحكمون العراق من 2003 ويتركون نساء العراق بهذه المعاناة وكذا. هاد العامري شي يقول؟ يقول لقد سفكنا الدماء في سبيل زج المجرمين داخل السجون وسنسفك الدماء فيما لو سيخرجون أو في حال إخراجهم من هذه السجون والمعتقلات. وكان الكلام هو إسقاط على قضية العفو العام وهذه الدعوات في سبيل إقرار هذا القانون. يعني القضاء العراقي فاسد باعتراف هادي العامري وباعتراف الأمم المتحدة ومسيس وخاضع للأحزاب، إذن كيف يعترفون بصحة هذه الأحكام الصادرة من هذا القضاء؟ ولماذا يريد أن يسفك الدماء هادي العامري على قضاء أو على أحكام صادرة بحق أناس بنيت على باطل؟ يعني وين المنطق بالموضوع؟ حقيقة ليست فقط هذا العامري وإنما قيس الخزعلي إذا إلى أيضا نفس التغريدة بهذا الخصوص بحالة العفو العام. نعم. الأمر أنا أستغرب منه هم لا يثقون بالحكومة لا يثقون بالقضاء العراقي ولا نعلم أن القضاء العراقي قضاء فاسد وقضاء يعني حتى في دول العالم غير معترف به يعني أبدا. يعني هذا القضاء وبعدين هذا القضاء من يزج الناس في السجون وينتزع المعلومات تحت التعذيب وهذه ايضا روايه من ابن ام شهاب اللي تحدثت بهذا الموضوع قال تهم بتهمه واجت امراه حلفت بالقران يعني حلفت بالقران كذبا وزورا وهذا يحدث يعني كثير تحدث هذه الحاله لكن هل هو هذا اثبات ودليل قاطع على هذا انه ارتكب الجريمه؟ لو انه انتم كحكومه وانتم كقضاء تريدون تخلصون هذا الموضوع بسرعه وتبتزون الناس، ابتزاز الناس موجود في العراق في السجون وهذا العامري وهذه المجموعه ذكرها الاخ من الموصل انه ابتزاز هذول الشخصيات الموجوده التي تحكم العراق وتسيطر على العراق بالسلاح وبالميليشيات مالتها هي التي تستفاد من هذه الحاله في العراق، ابتزاز المواطنين عن هذا الطريق واستملاك أراضيهم واستملاك كل حالة اللي تحدث في العراق هي سببها هؤلاء السياسيين الموجودين في العراق. إذا الحكم الموجود في العراق ومن يحكم العراق ليست الحكومة العراقية ومؤسساتها وإنما الذي يحكم العراق هي الميليشيات. كثير من الضباط اكو ضباط في الجيش العراقي محترمين جدا واقدرهم ايضا يشكون من هذه الحاله يعني يشكون من هذه الحاله يجب عليها ان يكون ولاء لهذه المجموعه وتلك المجموعه حتى الجيش
الجيش من واجبه هو حماية الوطن وليست حماية هذه المجموعة السياسية التي تحكم العراق، هذه جهات خاصة التي تحمي هذه المجموعة. مع الأسف يعني حتى النواب الموجودين في العراق يملكون كل واحد عنده كذا شخص من الحماية الموجودة، هذا الأمر غير طبيعي غير موجود في بلدان العالم. سؤال استاذ أحد الأخوة على الواتساب أرسل سؤال يقول لماذا قبل 2003 بزمن صدام سمح العراق بدخول لجان التفتيش الدولية في سبيل البحث عن الأسلحة، والآن الحكومات اللي الأحزاب اللي تنتقد صدام وتنتقد الدكتاتورية والبعث البائد ومن هالسوالف لا يسمحون لأي لجان دولية بالدخول إلى السجون والمعتقلات للاطلاع على واقع المعتقلين؟ إذا أنتم أحسن من صدام وأنتم نزيهين وأصحاب اليد البيضاء، لماذا لا تسمحون للجان إذن بالدخول والتفتيش؟ هي هذه المشكلة، هذه المشكلة اللي احنا قاعد نعانيها كحقوقيين موجودين من كنا من كان سابقا، انه اي تقرير حقوقي عن انتهاكات لحقوق الانسان في العراق كان كل اوجهة النظر توجه لهذه المشكلة، وكانت الاعداد قليلة ليست بهذا العدد الموجود للانتهاكات. الذي يحكم العراق والذي يأمر الدول العالم، احنا قاعد نشوفها يعني ماكو عداله بالعالم، ماكو عداله على 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 وجه الارض بالوقت الحاضر، هذا اللي قاعد نلاحظه يعني. بس هي الولايات المتحده هي التي تفرض هذه الشروط. الولايات المتحده دخلت العراق بدون قرار اممي باحتلال العراق، ودخلت العراق على هذا الاساس. اذا الحكومه العراقيه الذي يحكم العراق ليست الحكومه العراقيه، وانما جهات اكبر منها جاءت لتدمير العراق، كل واحد لازمين معول للتفتيش، وهذا المعول معطيه مياد الامريكان والايرانيين، وهذا الذي يحدث في العراق. التقارير الدوليه هي لجانب الشعب العراقي ولجانب وضد الانتهاكات التي تحدث. اذا عندهم الشعب العراقي عنده وثيقه رسميه من الامم المتحده ومن المنظمات الحقوقيه بانتهاكات لحقوق الانسان في هذا المكان من العالم. عفوا، في هذا المكان في العالم، ولكن الشعب العراقي يجب عليه ان ينتفض ضد هذه المجموعه، يعني انتفاضه سلميه ان شاء الله ان تكون، ويزيح هذه الطبقه السياسيه. الطبقة السياسية هي التي تفسد في الأرض ومدعومة من جهات، وأنا شرحت من هي الجهات الموجودة. أرجع لحضرتك بعد لحظات تسمح لي أستاذ ضياء. سيدة شفاء من واسط. شفاء تفضل يا شفاء. أنا أحب أوجه رسالة للحكومة العراقية. نعم. بخصوص قانون العفو العام. إيه. ليش هذه المناكفات بإدراج قانون العفو العام؟ قانون العفو العام قبل يكون هو اتفاق سياسي هو مطلب إنساني بحت. أولا وأخيرا هو مطلب إنساني بسبب اكتظاظ السجون اللي وصلت 300%، وأولادنا اللي قتلهم الجوع والجرب والظلم، وناهيك عن التعذيب اللي دا يشوفوه والانتهاكات اللي دا يتعرضوا لها بالسجون بأشد أنواع التعذيب، قاعد يعذبوهم ويحرموهم من الأكل ويحرموهم من المي، أبسط وسائل الراحة ما متوفرة. السجون العراقية المفروض تكون سجون إصلاحية، وهي بعيدة كل البعد عن الإصلاح. حتى اللي طب هو بريء أو مظلوم يطلع لك مجرم، ويطلع لك أنه هو يتعلم أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان. الأشياء اللي هم دين حكمون عليها بالسجون وقاعد يأخذون عقوبات مشددة عليها هي متوفرة، متوفرة بالسجون، منها المخدرات، منها بيع الشباب، يعني أشياء حتى الإنسانية والدين الإسلامي يعني حرمها، أشياء متوفرة بالسجون. زين ليش هذا العرقلة بإقرار قانون العفو العام؟ أنا أطالب السيد محمد الحلبوسي من هذا المنبركم الشريف بالإسراع بإدراج قانون العفو العام بأقرب جلسة ممكنة، اللي هي إن شاء الله يوم شكرا التبت. شفاء شكرا جزيلا من واسط. أستاذ ضياء كلام جميل جدا ذكرت الأخت شفاء من واسط. هذه الانتهاكات بعيدة كل البعد عن الأخلاق الإنسانية والأخلاق الإسلامية، أخلاق الدين الإسلامي، رغم أنه إحنا نعيش في بلد يحكم أو تحكم أحزاب تدعي أنها أحزاب إسلامية والإنسانية فوق كل شيء والدين فوق كل شيء ومن هذه الشعارات. واقع الحال يقول
كل مفاسد الأرض الموجودة في العراق تلقاها بالسجون، تجارة مخدرات، تجارة بشر، يعني محرمات بكل أنواعها وأشكالها. يعني وين المثاليات والأخلاقيات إذن عن هذه السجون والمعتقلات؟ هو الأمر غريب. يعني مسألة العفو العام يريدون يصدروه، الحكومة العراقية التي تصدره لحد الآن هي ليست يعني ليست البرلمانيين عندهم اختلاف، وإنما رؤساء الكتل عندهم اختلاف بهذا التفسير. من هو الذي يخرج؟ بمعنى آخر يعني احنا إذا خرجنا هذا من السجن ايش قد راح نكسب منه؟ يعني هي المسألة صارت ربح وخسارة. هاي المشكلة اللي هي موجودة عند هذا الرجال، لأنه الرجال السياسيين انت ذكرت حضرتك دور يعني حقيقة لا توجد عندهم قيم إنسانية على الإطلاق، ولا قيم دينية، ولا قيم إنسانية، ولا قيم إسلامية. يعني هذه القيم معدومة عنهم. كيف احنا نترجى من هذا الشخص عديم الضمير انه راح ينصف الشعب العراقي وينصف الناس المعتقلين في السجن حتى يخرجون من السجن؟ استاذ راح نطرح بعض الأسئلة السريعة وأجابات ايضا سريعة من حضرتك لان الوقت داهمنا. قانون العفو العام هي مادة تجارية تستخدم للأغراض الانتخابية من الأحزاب السنية، لكن يعني السبب في الصراع الحقيقي يكمن في قضية المتهمين وخشية الأحزاب من التأثير على الدولة العراقية فيما لو خرجوا، أم القضية مرتبطة بالمنافع والمكاسب التي تعود عليهم من وراء هؤلاء المعتقلين؟ هذه بالطرفين مالها صحيح. يعني الطرفين إذا يخرج قد استفاد من عده، وإذا خرج راح يكون الصوت إلمن، راح يكون صوته إلمن. هذه بالطرفين راح يكون بهذه الحالة هم المستفادين. من يتبنى هذا الموضوع راح يكون هو المستفاد. طيب يعني طيب أكو نقطة تتعلق بالحالة النفسية والذهنية للمعتقلين اللي يعانون من هذا الظلم. هناك من يرى بأنه عملية إخراجهم بعد هذا الكم من الظلم الذي وقع عليهم قد يدفع ببعض منهم، ربما بكثير منهم، أن يكون لديه رد فعل، ورد الفعل هذا قد يتطور إلى أمور أخرى. يعني هل الرغبة بإبقائهم في المعتقلات هي خوفا مما قد ينتج منهم في المستقبل؟ لا، شوف عزيزي الكريم، هنالك حينما يخرج واحد من السجن إذا مسجون 5 سنوات أو 6 سنوات، يعني حسب فترة السجن، احنا ليش احنا الناس الحقوقيين نقولهم احنا عندنا الخبرة وعندنا الإمكانية أن ندرب هؤلاء؟ يعني هنالك دروس وهنالك معاهد لتأهيل الناس للعودة إلى الحالة الطبيعية للمجتمع، لأنه هذا يخرج من بيئة فيها المخدرات وفيها كل شيء من المحرمات الموجودة داخل السجون. حينما يخرج يعني يصير عنده إرباك بعقليته كيف يتصرف مع هذه الحالة وتلك الحالة. إذا يجب على الحكومة العراقية أن تبني مؤسسات لتأهيل الناس حينما يخرجون من السجن وإعادتهم إلى المجتمع. يعني مو تعتقله وإنما يفرضون عليه يوميا أو بالسبوع مرتين أو ثلاثة يروح حتى التأهيل حتى يكون مواطن صالح بهذه. إذا طيب كانت سؤال الأخير لحضرتك أستاذية، العالم يعني يكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، ولا توجد عدالة في هذه على وجه الأرض من قبل هذه الدول صراحة، لأنه ما نراه في فلسطين أكبر دليل ومثال. في العراق أحزاب يعني هي السبب فيما يحدث داخل السجون والمعتقلات من انتهاكات. وهنا السؤال الذي نصل إليه، المواطن العراقي الآن يناشد العالم، العالم لا يسمع ولا يريد أن يسمع بل يؤيد ما يحدث، ويناشد الداخل هم الذين تسببوا في هذه الانتهاكات. إذن ما الذي على المواطن العراقي أن يفعله في سبيل إنقاذ المظلومين الأبرياء داخل السجون؟ أنا قلت في البداية هو الأمر يتعلق بالعراقيين، لأنه لا يمكن أنه تجلب العطف أو التضامن مع قضيتك في العالم كله. العالم حضرتك قلت لا توجد عدالة في الأرض، يعني هذه حقيقة قاعد نشوفها مما يحدث في فلسطين. الأمر هو الشعب العراقي كيف يتبنى. الشعب العراقي عنده كل المجالات ممكن أن يتحرك من خلالها
لإسقاط هذه الحكومة، إسقاط وعند التقارير الدولية التي تعترف بانتهاكات بالسرقة، هي ليست فقط في السجون، حتى في مؤسسات الدولة هناك انتهاكات، حتى في التعيينات هناك انتهاكات، في الجيش هناك انتهاكات. يعني الأمر كبير جدا. إذن على الشعب العراقي، يجب على الشعب العراقي أن يتضامن مع بعضه، الجميع يتضامنون لإطاحة بهذه الحكومة العراقية. يعني مسألة الانتخابات، يعني حتى إذا ما يروح للانتخابات، الانتخابات راح تزور. يعني الانتخابات السابقة حسب الإحصائيات الدولية الرسمية المعترف بها 19% راح تنتخب. إذا الانتخابات كانت فاشلة في العراق. أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. العفو، أنا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وسط أوروبا. رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تشرفنا بك أستاذ ضياء بوجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم أيضا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.